السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سام ستايل فاشن، مهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي إحنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على اساس نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك ان شاء الله وحضرتك تستفيدوا منه. بص بقى معايا، طبعا انا زي ما بقول لك انا هعرج بس كده ايه على الاساس بتاعي. ايه الاساس بتاعي؟ هو تثبيت القماش التل المطرز دوت على الفستان اللي انت شايفه. الفستان اللي انت شايفه تمام. بص بقى معايا يا سيدي، ادي شايف متثبت ازاي، كانه ايه، كانه حته واحده اهو، كانه حته واحده. شايف من ورا اهي، شايف من ورا، شايف التطريز نفسه من ورا. طبعا الفستان دوت اتعملت الجسم الاول، الجسم يعني ادي البنس بتاعتي معموله اهي، البنس ايه بتاعتي معموله اهي تمام، بنسه الجنب، بنسه الصدر الراسيه، بنسه الجنب، البنسه الجانبيه، اتقاس الفستان، اتقاس ايه الفستان خالص تمام. بعد ما اتقاس وتظبط وكل حاجة، بعد ايه ما اتقاس وتظبط وكل حاجة، اتفك عشان يبقى ايه عارفه بالظبط، معمول بغرزة واسعة جدا متقاس وزي الفل تمام. وبعد كده ايه، واحت ماسك انا القماش جايني اهو، القماش انا هوريه لك على الكم نفسه، ادي القماش التل المطرز يا جماعة اهو، ده القماش التل الايه المطرز، القماش التل المطرز اهو باين قدامك تمام. بص اهو ايه اللي بيحصل بقى، ان انا هوريها لك على المكنه واحنا شغالين، ان انا بمشي في الجزء ده كله واثبته تثبيت تام زي ما انت شايف. شايف اهو الخياطه باينه من ايه، من ورا كاني بطرز بالظبط تمام كده، ده متثبت. فبالتالي ايه، كان القماش جاي كده، كأن القماش جاي كده أو بص جاي معايا لغاية إيه؟ لغاية تحت نفس الخامة اللي موجودة هناك، باينة كلها لغاية هنا تمام؟ ده كده إيه؟ الصدر من قدام. الفستان زي ما بقول لك، الفستان أهو مقصوص قصة عادية خالص أهو، صك نازل برميلي تمام؟ هعرج لكم على المقاسات، بس أنا زي ما قلت لك أهم حاجة عندي إيه؟ التطريز نفسه. كده الفستان أهو نشيله، هوريك بقى الكم اللي احنا هنشتغل زيه. ادي الكم، شوف بعد ما تركب اتفك تاني وجبت وخدت الوحده دي للايه؟ للكم نفسه. ازاي بقى الكلام دوت اتعمل؟ هو ده اللي انا هوريه لك دلوقتي. انت شفت ادي الكم متركب، شوف بقى من ورا التطريز عامل ازاي اهو. هوريك الشغل ده كله بيتعمل ازاي على مكنه الايه؟ التطريز، تمام؟ اهو كده ادي الكم ده كده خلص. تعالى بقى نشوف بقى الكم الثاني اللي احنا بقى ايه هنشتغله مع بعض. ادي كم اهو تمام، يجب ان انا ابقى عارف النص بتاعي اهو فين، النص ايه بتاعي بتاع الكم فين اهو، ادي النص ايه بتاع الكم معايا تمام، وعارف الكم هيقف معايا في التطريز فين، يعني الكم هنا ايه او نفس كده اهو، نفس الشكل ده كده، يبقى لازم يكون نفس شكل الكم التاني اهو، واقف معايا لغاية هنا التطريز بتاعي اهو لغاية هنا تمام. اروح جاي بقى النص هنا معروف، طب الوحدة معروفة اللي انا هشتغل منها ايه، الكم، الوحدة بتاعت الكم اللي انا هشتغل منها اهي. بص بقى يا سيدي اهي، هاجي اروح جاي حاطط ده فوق ده، انا بوريها لك كده بالظبط ايه اللي انا هعمله. ايه اللي انا ايه هعمله؟ بص يا سيدي، ادي الكم اهو نهايته ايه، نهايته الابليكه دي اهي اللي هي موجوده معايا هنا تمام اهو كده، وانا محدد انا هي نهايتها فين معايا. البوز بتاع الابليكه فين؟ البوز اللي هو ده تمام، محطوط هنا اهو على نهاية التطريز اللي انا ايه عامله بالظبط كده تمام.
وادي ايه البوز على في خط نص اهو، ما الابليكه دي مقسومه نصين، النص ده زي النص ده، دي اسمها ابليكه كده بالظبط، النص ده زي النص ده، ففي خط نص الكم ماشي كده تمام. وعارف بص يعني اما الكمين لازم تكون ايه نفس المستوى ونفس الطول وكل حاجه اهو، ادي نهايه البوزه بتاعت الابليكه وادي نهايه البوزه بتاعت الدك تمام كده اهو، هو ده اللي انا ايه هعمله كده تمام. وهاجي اروح جاي مثبت معايا بنفس الشكل كده تمام، حطيت بس ايه تقيلة هنا كده، واروح جاي ايه مسرج الايه الابليكة دي، هاجي اهو بص كده، بص يا سيدي ادي من النص اهو كده، عاملها بخيط اسود عشان تبان لكم، عشان بعد ما نخلصها كده هوريها لك بقى ايه هتتعمل على المكنه ازاي. الناس اللي هي بتتكلم انت اللي هي بتسال احنا بنشتغل الخرز ازاي على المكنه، اهم حاجه زي ما بقول لك ما يبقاش ايه لامن ما فيهوش اي حاجه، او زي ما انا بعمله كده بالظبط تمام، واصل لغايه هنا معايا اه، واصل لغايه النهايه معايا هنا. بص انا بسرجها ازاي، دي كده الابليكه كلها بسرجها اهو على ايه على الكم وتكون ايه ثابته ممكن ما سردهاش اخدها بالدبابيس على طول ماشي، بس انا بديك ايه الطريقه الاسهل اللي هي تثبت معاك على طول تمام. اهو انا بسرج ايه الابليكه كلها، وزي ما بقول لك انا بعملها بخيط ايه غامق عشان يبان في التصوير نفسه، بثبتها اهو كده ما تبقاش ايه متحركه عن القماش خالص اهي الناس اللي بتسأل احنا بنشتغل الخرز ازاي على المكنة، لازم يشوفوا الكلام دوت ويعرفوا كده ايه الابليكة اتثبتت هي كلها كده ايه الابليكة اتثبتت كلها. طب هنعمل ايه؟ بص بقى هروح جاي ماشي اهو في التل بطلع ايه الابليكة، سايب طبعا تل معايا عشان هوريك ازاي انا هفرغ الكلام ده بعد كده. سيبك من مسألة الكاوية والكلام ده كله، الكلام ده صعب جدا ممكن جدا يحرق منك القماش وانت مش واخد بالك، ده اللي احنا بنعمله دوت اسهل واحسن طريقة، فياريت ما حدش بقى ايه يخش في الكومنت ويتفلسف ويقول لك لا انا اشتغله بالكاوية، انت شايف ان شغله بالكاوية بالنسبة لك احسن خلاص ما تشتغل بالكاوية مالكش دعوة باللي احنا بنقوله كده اهو، سبتت اهي زي ده. تعالى بقى نشوف احنا هنعمله زي ده ازاي، وده لسه ما اتكواش كمان، ده لما يتكوي هيتفلت خالص. تعالى بقى نشوفه المكنه على هتعمله ازاي كده. كفايه كده في وريتك انا بس الابليكه اتثبتت ازاي وبقت ثابته اهي على الكم، والفيديو الجاي بقى نشوف ايه
طريقة تشغيلها على المكنة ازاي. متنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي لكم من حضراتكم فضلا لا امرا. ماشي، واحنا في نهاية الفيديو بنقول لك لا، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي، تمام؟ وانت عارفين ليه، لان احنا بنحاول نكون عملنا اللي علينا بقدر الامكان. الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناة، الاشتراك في القناة البديلة، الاشتراك في صفحة الفيس، الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.